أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد محام يدخل نفسه في قضايا تتعلق بأعراض المسلمين وتخل بالأمن للدفاع عن المدعى عليه، رغم أن المدعى عليه قد أقر بجريمته وصادق عليها شرعا في المحكمة، حيث يجادل هذا المحامي بقلب الحقائق بحجج ضعيفة وبدعوى الإكراه على الإقرار، فهل ما يتلقاه هذا المحامي من أموال حلال أم حرام؟ وهل تجب علي نصيحته؟ نعم، يجب عليك نصيحته، وعمل ذا لا يجوز، قيام بالمحاماة عن المبطلين أو محاماة لرد الحق، يحامي لرد الحق، هذا عمل باطل ولا يجوز، والأجرة حرام التي يأخذها في مقابل ذلك، لا يحامي إلا بحق وصدق، أما أن يحامي بباطل ويأخذ أجرة هذا أشد، يجمع بين فعل الحرام وأكل الحرام والعياذ بالله. نعم.